وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم ريمبو. طبعاً أنا اليوم رح أكون موجودة معكم بدلاً عن نوار، لأنه نوار مريضة. ألف سلامة عليك يا نوار وما تشوفي شر. طبعاً ريمبو اليوم أو هذا الأسبوع رح يقدم لنا جائزة مميزة، وهي رحلة سياحية لأربع أشخاص في معالم الفجيرة مقدمة من تلفزيون الفجيرة. طبعاً ريمبو في جعبته الكثير من الهدايا والأشياء المميزة، لكن كالعادة منبلش حلقتنا ب ابدأ يا ريمبو. وريمبو ستوب. ريمبو أعطانا اللون الأزرق، يا ترى اللون الأزرق شو بيقول؟ اللون الأزرق بيقول هو لون يتألف من مزج 7 ألوان، يعد من الألوان كثيرة الانتشار في الطبيعة، يمثل في العديد من الثقافات مفهوم النقاء والبراءة. يكون فستان الزفاف في أغلب الثقافات ممثلاً به كدليل على الفرح والصفاء. سؤالنا بيقول ما هو اسم اللون الذي يتألف من 7 ألوان ويرمز إلى الصفاء والنقاء؟ بعيد السؤال مرة ثانية، هو لون يتألف من مزج 7 ألوان، يعد من الألوان كثيرة الانتشار في الطبيعة، يمثل في العديد من الثقافات مفهوم النقاء والبراءة. يكون فستان الزفاف على أغلب الثقافات ممثلا به كدليل على الفرح والصفاء. أكيد عرفتوا. سؤالنا بيقول ما هو اسم اللون الذي يتألف من مزج 7 ألوان ويرمز إلى الصفاء والنقاء؟ أنا متأكدة إنه أصدقاء ريمبو كتير أذكياء وكانوا عرفوا الجواب. كتير بدي إياكم تكتفوا اتصالاتكم لحتى تربحوا بجائزة هذه الأسبوع، واللي هي مقدمة من تلفزيون الفجيرة، رحلة لأربع أشخاص في معالم الفجيرة السياحية. معنا اتصال ونقول ألو. ألو ألو دعاء. ألو ألو حليمة، كيفك يا حلوة؟ منيحة، كثير مشتاقيت لك. كيفك أنت يا حليمة؟ الحمد لله. أنت كيف؟ أنا كثير منيحة ونوار. إن شاء الله رح تصير منيحة، ألف سلامة عليها. بس كمان نوار قالت لي إنكم أنتم كثير شاطرين وأكيد رح تعرفوا الإجابة. حليمة قولي لي، عرفتي الجواب؟ إيه عرفته. قولي لي يا حليمة. الأبيض. إن شاء الله بتكون إجابتك صح يا حليمة. بس قبل هيك خبريني، حدا ساعدك بالإجابة ولا مجهود شخصي؟ لا أنا لحالي. سهل السؤال ولا كان صعب؟ سهل سهل. إن شاء الله يا حليمة تكوني من الفائزين. في حد تاني حابب يشارك معنا؟ أختي. أعطيني إياها. مين معاي؟ ألو 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 ألو. هلا فاطمة، كيفك يا عمري؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. عم تحضري ريمبو باستمرار؟ ايه. فاطمة بدي اياكي تكوني كثير شاطرة وتجاوبي على سؤالي، لأنه سؤالي كثير كان سهل. قولي لي انك بتعرفي الجواب. الأبيض. إن شاء الله يا فاطمة بكون إجابتك صحيحة وبتربحي معنا الهدية المقدمة من تلفزيون الفجيرة. حدا ساعدك؟ أوكي، للأسف فاطمة سكرت. لا تنسوا أعزائي المشاهدين أنكم تكتفوا اتصالاتكم لحتى نقدر نربحكم هدايا كتير حلوة. أنا معي اتصال، خلينا نقول ألو. ألو. ألو يا أفنان. ألو كيفك؟ منيحة الحمد لله، أنت كيفك يا أفنان؟ منيحة. عرفتي الجواب ولا لسه؟ عرفته كأنه. طب أوكي، جربي خبريني وإن شاء الله تطلع إجابتك صحيحة يا أفنان. أزرق. اللون الأزرق. إن شاء الله يا أفنان تكون إجابتك صحيحة ونقدر نربحك هاي الهدية. باي باي يا أفنان ونقول ألو. شوي ألو ألو ألو. أختي بيان. ألو. مين معي؟ بيان. ليان. بيان. ليان عرفتي؟ بيان عرفتي الجواب الصحيح للسؤال؟ اللون الأزرق. اللون الأزرق. إن شاء الله يا بيان تطلع إجابتك صحيحة وتكوني أنت صاحبة الهدية. حدا ساعدكم؟ ألو. اوكي الو الو. مين معي؟ بيان. هاي، عم تحضرونا؟ شو؟ عرفتي الجواب؟ شو اللون؟ الازرق، بعرفه من زمان. اوكي، ان شاء الله بتكون اجابتك صحيحه وبتستحقي الهديه. في حدا كمان عاوز يشارك؟ مين؟ الو الو الو. الو الو الو، كيفك؟ الحمد لله. قولي انك انت بطل وعرفت الجواب. اعرفه. عرفت؟ اول شيء شو اسمك؟ ما عرفني عليك. يوسف. يوسف،
يوسف بدي اياك تكون بطل وتعرف الجواب ويكون جوابك صحيح. جواب لون ازرق. اللون الازرق. ان شاء الله بتكون اجابتك يا يوسف صحيحه وبنرجع نعطيك الهديه. انا كثير بتمنى. في واحد بده يتصل. في واحد بده يتصل. فيك تعطيه السماعه واسمع اجابته. خلاص شكرا. شكرا لك يا يوسف وان شاء الله انتم بتكونوا المحظوظين والرابحين في هذه الجوله. خلينا نرجع نعيد السؤال للناس اللي حابه تشارك معنا من جديد. هو لون يتكون من مجز 7 ألوان، يعد من الالوان كثيره الانتشار في الطبيعه، يمثل في العديد من الثقافات مفهوم النقاء والبراءه، يكون فستان الزفاف في اغلب الثقافات ممثلا به كدليل على الفرح والصفاء. سؤالنا بيقول ما هو اسم اللون الذي يتألف من 7 ألوان ويرمز إلى الصفاء والنقاء؟ سؤال كتير سهل. معنا اتصال ونقول ألو. ألو. ألو ألو. كيفك يا عليا؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ الحلوة. حبيبة قلبي يا عليا بس نوار مريضة وطرت. مبسوطة أنك على الهواء. والله كنت بتمنى اكون بصحبة نوار. الف سلامة عليها وانا كثير مبسوطة يا عليا. سلامتها. سلامتها. وانا كثير كثير مبسوطة اني اسمع صوتك يا عليا. شر ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بس عليا بدي اياكي تكوني كثير شاطرة وتعرفي الجواب. ان شاء الله. شو الجواب يا عليا؟ الابيض اكيد. اوكي يا عليا ان شاء الله انت بتكوني الرابحة والمحظوظة لحتى نقدر نشوفك. معانا اتصال ثاني يا عليا وخلينا نقول الو. هلا هلا. مين معي؟ هلا. كيفك؟ كيفك يا لميا؟ بسرعة عرفتي الإجابة؟ أيوه. شو اللون؟ الأزرق. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا لميا وتكوني أنت المحظوظة بالهدية اللي رح تقدمها تلفزيون الفجيرة. كتير سهل السؤال، رح أرجع أعيده عليكم. وهو بيقول هو لون يتألف من مجز 7 ألوان، يعد من الألوان كثيرة الانتشار في الطبيعة، يمثل في العديد من الثقافات بمفهوم النقاء والبراءة، يكون فستان الزفاف في أغلب الثقافات ممثلا به كدليل على الفرح والصفاء. سؤالنا كان بيقول ما هو اسم اللون الذي يتألف من 7 ألوان ويرمز إلى الصفاء والنقاء؟ طبعا أعزائي المشاهدين الإجابة كانت هو اللون الأبيض. خلينا نروح ونشوف ريمبو شو بقولنا. ريمبو ستوب. ريمبو أعزائي المشاهدين اختار اللون الأحمر. يا ترى اللون الأحمر شو بقول؟ خليكم معي. نبات محلي بري يوجد في أغلب إمارات الدولة، من نباتات البراري الصحراوية حيث يقبل عليه النحل بشكل كثيف جدا، يعتبر من الشجيرات المعمرة ويستعمل في الطب الشعبي حيث توضع أوراقه المطحونة مكان لدغة الأفعى والعقرب، ولا يصلح لرعي الغنم والإبل. سؤالنا بيقول ما هو النبات الصحراوي الذي يستعمل لعلاج لدغة الأفعى والعقرب؟ برجع بعيد السؤال من جديد بس ركزوا كثير منيح وما تنسوا تكتفوا اتصالاتكم لتكونوا انتم المحظوظين بالهدية اللي رح نقدمها. نبات محلي بري يوجد في أغلب إمارات الدولة، من نباتات البراري الصحراوية حيث يقبل عليه النحل بشكل كثيف جدا، يعتبر من الشجيرات المعمرة ويستعمل في الطب الشرعي حيث توضع أوراقه المطحونة مكان لدغة الأفعى والعقرب، ولا يصلح لرعي الغنم والإبل. ما هو النبات الصحراوي الذي يستعمل لعلاج لدغة الأفعى والعقرب؟ بيقولوا لي عنا مشترك. خلينا نقول ألو يا فرح. ألو ألو. أوكي فرح فقدنا اتصالها بس أعتقد عنا اتصال تاني. خلينا نقول ألو. ألو ألو, ألو. مين معي؟ حليمة. حليمة أهلا وسهلا فيكي. حليمة عرفتي الجواب؟ هي. شو الجواب بسرعة خبريني. الرمرام. إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا حليمة لأنه هذا السؤال أصعب من السؤال اللي قبله وأنا بتمنى لك الحظ وإن شاء الله بتفوزي بهذا السؤال. خبريني حدا ساعدك ولا كان جوجل مساعدك؟ ماما. ماما طبعا كثير مهم يا حليمة إنه إحنا دائما نستشير الأهل في الأسئلة الصعبة وأكيد عمو جوجل ما بيقصر. إن شاء الله رح تكوني أنت يا حليمة من الفائزين بهذه الجائزة. خبريني في حد ثاني حابب يشاركنا؟
اختي بشارك. طب فيكي تعطيني اياها؟ الو الو الو، كيفك يا فاطمه؟ الحمد لله. قولي لي انك عرفتي الاجابه. نبات الرمرام. ان شاء الله بتكون يا فاطمه اجابتك صحيحه وبتكوني تستحقي الهديه. في حدا ثالث حابب يشارك؟ لا. اوكي، شكرا لكم على اتصالاتكم، وما تنسوا اعزائي المشاهدين تتصلوا على الارقام الموجوده اسفل الشاشه، وما تنسوا كمان تكثفوا اتصالاتكم لحتى تكون الجائزه من نصيبكم. عنا اتصال ثاني ونقول الو. الو 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 الو، كيفك؟ منيحه الحمد لله، انت كيفك يا افنان؟ منيحه ان شاء الله شطوره، وانت حتعرفي الجواب على طول من دون ما تعذبيني. طبعا شوي شوي. اوكي، اعطيكي ثلاث خيارات، احكي لي او خطا او صح. ما بقدر اقول لك خطا او صح، بس رح ان شاء الله احاول اختار لك الاجابه الصحيحه. قولي لي يا افنان، الرمرام السدره ولا النخيل؟ ان شاء الله تكون اجابتك الاولى صحيحه يا افنان. خبريني مين ساعدك؟ انا. من ساعدني هو مبدئيا انت رديتي علي السؤال بسؤال، بس انا احتسبت اول اجابه. حدا ساعدك يا افنان؟ اوكي، افنان شكلها راحت وسكرت الخط. خلينا نرجع ناخذ اتصال ثاني ونقول الو يا بيان. الو 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 يا بيان. عليا عليا، كيفك يا قلبي؟ ما شاء الله مشاركاتك ما بنمل منها، وانت ما شاء الله شطوره وذكيه ولماحه. انا متاكده يا عليا انك انت رح تعرفي الجواب، فاجئيني وقولي لي الجواب الصحيح. عليا، عم تسمعينا يا عليا؟ للأسف فقدنا اتصال عليا. برجع بعيد السؤال للناس اللي ما سمعته. نبات محلي بري يوجد في أغلب إمارات الدولة، من نباتات البراري الصحراوية حيث يقبل عليه النحل بشكل كثيف. سؤالنا بيقول ما هو النبات الصحراوي الذي يستعمل لعلاج لدغة الأفعى والعقرب وموجود في أغلب إمارات الدولة؟ خلينا ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو يا لميا. ألو 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 يا لميا، كيفك يا قلبي؟ متحمسة يا عليا؟ ايوه. عليا بدي اياكي تكوني كثير شطورة وتجاوبي من أول مرة، عرفتي الجواب؟ ايوه لحظة بس. اوكي، عم تستخدمي جوجل ولا عم تسألي ماما؟ لا يلا اعترفي. لمياء يا لمياء، بسرعة لأنه عندنا وقت وأكيد في كثير مشتركين حابين يشاركوا. عرفتي الجواب يا يا لمياء؟ المرمى الرمرام المر يا لمياء، ان شاء الله بتكون اجابتك صحيحه. انا بعرف انه قصدك الرمرام، ان شاء الله بتكون أيوة. الهديه من نصيبك يا لمياء، وما تنسوا اعزائي الاطفال تكثفوا اتصالاتكم لحتى تقدروا تفوزوا بالهديه اللي عم بيقدم لكم اياها رينبو. معنا اتصال جديد، خلينا نقول الو. الو 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 الو، كيفك؟ الحمد لله. شو اسمك بالاول؟ ليان. ليان، معانا ليان. ليان ان شاء الله تكوني عرفتي الجواب، عرفتيه ولا لسه؟ اسمي ليان. اوكي، اعطيني جواب. نبتة الرمرام. ان شاء الله بيكوني يا ليان اجابتك صحيحة وبتكوني الهدية من نصيبك. في حدا تاني حابب يشارك معاكي يا ليان؟ اعطيني يا. الو الو. الرمرام. الرمرام، ان شاء الله بتكون اجاباتكم كلها ان شاء الله صحيحه، بس انا كمان ما عرفت اسمك. انا بدي اشارك. شو اسمك؟ اوكي، ان شاء الله بتكون اجاباتكم كلها صحيحه. انا بتمنى من كل قلبي انكم كلكم تفوزوا وتطلعوا الهديه من نصيبكم كلكم. اوكي، رح اعيد السؤال لاخر مره لحتى تعرفوا الاجابه. كان الجواب هو الرمرام. خلينا نطلع بريك سوا ومن بعدها راجعين. ورجعنا لكم أعزائي الأطفال من البريك. ريمبو بعده حامل لكم الكثير من المفاجآت. خلينا نشوف ريمبو شو محضر لنا ونقول ابدأ يا ريمبو. ورينبو ستوب. رينبو اختار لنا اللون الاصفر، يا ترى اللون الاصفر شو بقول؟ خليكم معي. أداة قديمة لقياس الوقت،
كان يستخدمها الناس قديماً، وهي عبارة عن كرتين من الزجاج فوق بعضهما البعض يتصلان من خلال عنق صغير يتم ملؤها بالرمل، ويعتبر الذي تحتاجه الكرة العلوية لتبدو فارغة مقياساً للوقت. السؤال بيقول ما اسم الأداة التي كان يستخدمها الناس قديماً لمعرفة الوقت؟ هذا سؤال كتير سهل، وأنا متأكدة إنه المشاهدين راح يعرفوا الإجابة. ما تنسوا تكثفوا اتصالاتكم لحتى تفوزوا بالجائزة اللي عم نقدمها من خلال برنامج رينبو. يا ترى معنا اتصال؟ معنا اتصال، خلينا نقول ألو 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 ألو. مين معي؟ حليمة. حليمة من جديد. حليمة بليز كوني عارفة الجواب واربحي الهدية. أوكي. شو الجواب يا حليمة؟ الساعة الرملية. بتمنى تكون الإجابة الصحيحة يا حليمة، مع إنه إحنا ما كنا عايشين في هذاك الوقت اللي كنا عم نستخدم فيه الساعة الرملية. قولي لي مين ساعدك؟ ماما. ماما، كل الشكر والتحية للماما. في حدا حابب يشارك كمان معك يا حليمة؟ أختي. أختك. خلينا ناخذ أختك. ألو. ونشوف إذا هي شاطرة مثلك. ألو 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 ألو. مين معي؟ فاطمة. فطوم يا فطوم، عرفتي الجواب؟ الساعة الرملية. الساعة الرملية، بتمنى من كل قلبي يا فطوم تكون إجابتك صحيحة وتكوني أنت الفائزة من خلال هذا الأسبوع. معنا اتصال جديد، خلينا نقول ألو 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 ألو. مين معي؟ فرح. فرح، كيفك يا فرح؟ الحمد لله. عم تحضرينا باستمرار؟ آه. اوكي يا فرح، بدي اياك تكوني كثير شاطره وتجاوبي على هذا السؤال. السؤال على ما اعتقد كثير سهل ومفروض نعرفه من دون ما نرجع لحدا. قولي لي جوابك يا فرح. الساعه الرمليه. الساعه الرمليه يا فرح، ان شاء الله بتكون اجابتك صحيحه وبتستحقي الهديه. مين؟ عادي لينا تشارك. طبعا لينا فيها تشارك، اعطيني اياها. والو الو يا لينا. الو 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 الو. لينا بليز قولي لي عرفتي جواب. ايه الربط؟ مرة ثانية يا لينا. ايه؟ مرة ثانية ممكن اعرف الجواب؟ الربط؟ ان شاء الله بتكون اجابتك صحيحة يا لينا وبتربحي معانا. انا كنت حابة اشارك. اوكي اعطيني اياه. الو 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 الو. مين معي؟ حمزة. حمزة، كيفك يا حمزة؟ الحمد لله. حمزة، بدي اياك تكون كثير شاطر وتتغلب على خواتك وتجيب الإجابة الصحيحة من أول مرة. عرفت الجواب يا حمزة؟ الساعة الرملية. الساعة الرملية، إن شاء الله بتكون إجابتك صحيحة يا حمزة، وبحالفك الحظ وبتكون صاحب النصيب بالهدية. خلينا نشكركم على هاي المشاركة الرائعة. يا ترى عنا اتصالات كمان ولا لا؟ أنا متأكدة إنه رينبو، أطفال رينبو بيعرفوا الإجابات كثير منيح. عنا اتصال ثاني، خلينا نقول ألو. ألو 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 ألو. مين معي؟ سنان. سنان، كيفك؟ سنان. ممكن تعلي صوتك شوي؟ سنان. أفنان. أفنان، كيفك يا أفنان؟ الحمد لله. ما شاء الله شطورة كثير وبتعرفي كل الإجابات. أنا بصراحة بلشت أغار منك، بدي أعرف الجواب بسرعة يا أفنان. الساعة رملية، وبيان ولولو وفاطمون ويوسف رح يشاركوا. أكيد أكيد بنحب يشاركوا، أعطيني إياهم بسرعة لأنه ما باقي كثير معنا وقت. ألو ألو. أكيد أعزائي الأطفال أنتوا كتير شاطرين ولحد الآن أغلب الإجابات كانت صحيحة، بس خليني أذكركم أنه أداة قديمة كانت لقياس الوقت. ما اسم الأداة التي كان يستخدمها الناس قديما لقياس الوقت؟ معي اتصال، خلينا نقول ألو. ألو 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 ألو. كيفك؟ كيفك؟ منيحة الحمد لله. أنت شو أخبارك؟ ممكن أعرف اسمك؟ أنا عليا. عليا من جديد، كيفك يا عليا؟ ما شاء الله من كثر الأصوات اليوم بطلت أقدر أفرق، معلش. بس عليا أنت كثير شطورة في أغلب الأوقات جبتيها. بدي إياك تعرفي كمان إجابة هذا السؤال، عرفتي؟ إن شاء الله. هي نعم عرفتها. شو الإجابة يا عليا؟ الساعة الرملية. الساعة الرملية، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا عليا. عندنا اتصال جديد من لمياء، ومرة ثانية خلينا نقول ألو يا لمياء وأهلا وسهلا من جديد. أهلا وسهلا لميا، كيفك؟ الحمد لله. ما شاء الله مشاركاتك أغلبها رائعة، خلينا نعرف بسرعة إجابتك لأنه ما عندنا وقت. الساعة الرملية.
الساعة الرملية. احكي لي لمية، مين عم بيساعدك لتطلعي الإجابات؟ لحالي. لحالك؟ أخذتيها بالمدرسة ولا عملتي عليها ريسيرش؟ أخذتها بالمدرسة. عمرك استخدمتيها للساعة الرملية؟ أيوة بالتجارب العلوم. في حدا تاني حابب يشارك يا لمية؟ أيوة. مين؟ أختي إبرار. أوكي أعطينا إياها بسرعة. ألو؟ ألو ألو؟ ألو؟ بسرعة أعطيني الإجابة. ساعة رملية. إن شاء الله بتكون الساعة الرملية هي الصحيحة، وأنا كتير متحمسة لأنكم تفوزوا بهاي الهدية اللي عم بتقدمها تلفزيون الفجيرة. لإلكم أعزائي المشاهدين الوقت خلص، رح أعيد السؤال ورح أعطيكم الإجابة. ما اسم الأداة التي كان يستخدمها الناس قديماً لقياس الوقت؟ طبعاً الجواب هي الساعة الرملية، ومبروك لكل اللي جاوبوا صح، وإن شاء الله بتحالفكم الحظ وبتكون الهدية من نصيبكم. ريمبو بعده حامل بجعبته الكثير من المفاجآت، خلينا نشوف ريمبو شو مخبيلنا ونقول ابدأ يا ريمبو. وريمبو ستوب. اللون الأحمر اختاره ريمبو، يا ترى شو مخبيلنا هذا اللون؟ اللون بيقول عنا سؤال كتير رائع. فيلسوف يوناني يسمى بالمعلم الأول، وهو مؤسس علم المنطق وصاحب الفضل الأول في دراساتنا اليوم للعلوم الطبيعية والفيزياء، وهو مؤسس علم الأخلاق وعلم الأحياء. من هو الفيلسوف اليوناني الملقب بالمعلم الأول؟ سؤال كتير حلو، خلينا ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. ألو ألو. مين معي؟ ألو. خالد. خالد كيفك يا خالد؟ الحمد لله تمام. كان السؤال صعب ولا سهل؟ لا سهل. سهل، بدي اياك تجاوب عليه بسرعة. الإجابة أرسطو. أرسطو، إن شاء الله يا خالد تكون إجاباتك صحيحة، وإن شاء الله بتربح معنا بهذه الهدية المقدمة من ريمبو. برضو حليمة وفاطمة رجعوا اتصلوا، خلينا نرحب فيهم ونقول ألو يا حليمة. ألو ألو. ألو ألو. كيفك يا حليمة؟ الحمد لله. صراحة أنا كثير محظوظة عم بسمع صوتكم مراراً وتكراراً. قولي لي إنك عرفتي جوابي يا حليمة. إيه عرفته. مين هو العالم يا حليمة؟ عرفته. أرسطو، إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا حليمة، وأغلب إجاباتك صحيحة. أعطيني أختك فاطمة لحتى بسرعة نستغل الوقت ونقدر نربحها. ألو. ألو ألو. كيفك يا فاطمة؟ الحمد لله. كيف عندك جواب؟ كيفك؟ أنا كتير منيحة لأني عم بسمع أصواتكم، لأني شاركت بريمبو وقدرت أتعرف عليكم، بس بدي إياكم كمان كتير تكونوا شاطرين وتجاوبوني بسرعة. مين هو العالم؟ أرسطو. أرسطو، إن شاء الله بتكون إجابتك صحيحة يا فاطمة، وإن شاء الله الهدية بتكون من نصيبك. في حدا حابب تاني يشارك معاكم؟ وبيان وزيان. أه؟ رح يشاركوا يوسف وبيان. يوسف وبيان؟ أوكي أعطيني يوسف. ألو ألو؟ أعطيني يوسف. هاي يوسف. ألو ألو؟ ألو. كيفك يا يوسف؟ الحمد لله. عرفت الجواب، أنا متأكدة إنك أنت شاطرة وأكيد عرفت الجواب. بعرف الجواب. عرفت الجواب؟ شو الجواب؟ أرسطو. أرسطو، إن شاء الله بتكون إجابتك صحيحة يا يوسف، بتكون الهدية من نصيبك. بيان حابة تشارك، أنا سمعت كمان، خلينا نقول ألو لا بيان. ألو. ألو يا بيان، كيفك؟ الحمد لله. بسرعة أعطيني الجواب بصورة حماسية. أرسطو. أرسطو، إن شاء الله بتكون إجابتك صحيحة يا ليان. يا بيان خلينا نرجع نقول ألو إذا عنا اتصال تاني، وما أذكركم إنه السؤال كتير كتير سهل. ألو ألو. لا رح يشاركوا ليان وفطوم. أوكي ليان وفطوم، خلينا نقول ألو لفطوم. لا أول إشي رح أحكي. أوكي. أرسطو. أرسطو، إن شاء الله بتكون إجابتك صحيحة وبتكون الهدية من نصيبك. أنتوا عم بتغششوا بعض ولا فيكم حدا شاطر عم بنقل الإجابة للكل؟ ألو. ألو، مين معي؟ أيان محمد. كيفك؟ الحمد لله. قدي عمرك أنت؟ ستة. ست سنين، ما شاء الله عليكي. قولي لي إنك عرفتي جواب. عرفتهم. عرفتهم. شو هو الجواب؟ أرسطو. يلا يا ليان حكيت الجواب. أرسطو. أرسطو ولا أرسطو؟
أرستون. أوكي إن شاء الله بتكون إجابتك صحيحة. السؤال كتير سهل وبتمنى أنكم تكثفوا اتصالاتكم لتقدروا تاخدوا الجائزة اللي رح نقدمها. كل ما كثفتوا اتصالاتكم كل ما زادت فرصتكم بالفوز. عنا اتصال، خلينا نرجع نقول ألو. ألو 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 يا عليا، أهلين. خلص بلشت أميز الأصوات، بليز قولي لي أنك بتعرفي الجواب. أكيد. قولي لي جواب بسرعة يا عليا. أرسطو. أرسطو، إن شاء الله بتكون إجابتك صحيحة يا عليا. وأنا بدي أعرف بس، أنت أكيد ذاك صبية كبيرة وبتعرفي تجاوبي، حتساعدك ولا جوجل ساعدك؟ عليا؟ بعدك عم تحضرينا يا عليا؟ سكرت عليا وإن شاء الله بتكون إجابتها صحيحة. ما تنسوا تكثفوا مشاهداتكم لأنه إحنا كثير منحب أنه أنتوا تفوزوا وتربحوا هاي الهدايا اللي عم نقدمها. السؤال كان جداً سهل، رح أرجع أعيد المعلومة للناس اللي ما سمعته. والسؤال: فيلسوف يوناني يسمى بالمعلم الأول، وهو مؤسس علم المنطق وصاحب الفضل الأول في دراساتنا اليوم للعلوم الطبيعية والفيزياء، وهو مؤسس علم الأخلاق وعلم الأحياء. السؤال بيقول: من هو الفيلسوف اليوناني الملقب بالمعلم الأول؟ في عنا اتصال يا ترى من الأطفال؟ ألو ألو ألو. لميا، كيفك يا لميا؟ الحمد لله. ما شاء الله مشاركاتك جدا جميلة يا لميا، وبليز قولي لي أنك بتعرفي الجواب. أيوة. شو الجواب يا لميا؟ أرسطو. أرسطو. اوكي يا لميا، ان شاء الله بتكون اجابتك صحيحه وتربح. مين حدا بيشارك معنا؟ مين؟ اخي ابرار. ابرار، اعطيني ابرار بسرعه، خليها تعطيني الاجابه. الو الو يا ابرار، كيف حالك؟ منيحه الحمد لله. بسرعه الاجابه. وخلص الوقت واحنا مضطرين نقول لك اسفين لانه طلعنا من الوقت وخلص الوقت معانا يا ابرار، كنت بتمنى كثير تشاركي. خليني ارجع اذكركم بالسؤال واعطيكم الاجابه. سؤالنا كان بيقول: من هو الفيلسوف اليوناني الملقب بالمعلم الاول؟ طبعا كان الجواب ارسطو، اغلبكم جاوبوا صح لكن للاسف في ناس قالت ارسطون. لا، بتمنى لكم الحظ وان شاء الله تكون الهديه من صاحب النصيب، الشخص اللي كان افضل وكانت اجاباته اسرع واوضح، وان شاء الله السحب كمان ما يكون عم يظلم كثير اطفال، وان شاء الله بنقدر بنربحكم كلكم. خلوكم معنا لحتى تعرفوا نتيجه السحب بعد البريك. ورجعنا لكم اصدقاء ريمبو مع بطلة الاسبوع الماضي ريتاج من خور فكان. كيفك يا ريتاج؟ الحمد لله. احكي لي كيف كانت تجربتك مع ريمبو؟ طيبة. طيبة، اكيد طيبة، وانت طيبة يا ريتاج. ما ننسى نقول لك انك انت ربحتي ايباد مقدم من تلفزيون الفجيرة وبرنامج ريمبو. تفضلي يا ريتاج، مبروك عليكي، وان شاء الله كل الاطفال المجتهدين بيربحوا ايبادات وهدايا كثير حلوة. ريتاج، انا وياكي بدنا نسحب ونعرف مين نجم هذا الاسبوع. فينا نحط الايباد هون ونجرب نسحب؟ اكيد. طيب ريتاج، احكي لي انت شاطرة بالمدرسة؟ شو اكثر مادة بتحبيها؟ انجليزي. اي مادة؟ انجليزي. انجليزي. مين بيساعدك باجوبة ريمبو يا ريتاج؟ ماما. ماما، وكمان اختك بتساعدك يا ريتاج دائما بالاسئلة. خلينا نوقف ريمبو ستوب. راح افتح لك. يلا اختاري ورقة يا ريتاج، هيك اعملي وطلعي ورقة. افتحيها يا ريتاج. ان شاء الله بتكون. تعالي معي يا ريتاج، خلينا نشوف الاسم بطريقة واضحة، وان شاء الله تكون اللي ربحت او اللي ربح بيستحق الهدية. الرابح معنا ونجم هذا الاسبوع هو خليل من الفجيرة. الف مبروك يا خليل، وان شاء الله دائما تكون الرابح مع ريمبو وتكون الهدية تعجبك وترضيك، وان شاء الله كل الاطفال في يوم من الايام بيكونوا من الرابحين في ريمبو. يا ترى كل الاطفال شطار هيك يا ريتاج؟ احكي لي كمان ريتاج، قد ايه بتشاركي بالبرنامج وقد ايه بتحبي تشاركي في ريمبو؟ كثير بتحبي. بتقعدي دائما تستني ريمبو؟ بتحبي نوار؟ اعملي للنوار هيك لانه نوار مريضه. احكي لها سلامتك يا نوار.
سلامتك يا نواف. يا عمري أنا، إن شاء الله بتكونوا كلكم محظوظين وتفوزوا، ألف ألف مبروك لخليل من الفجيرة. لهون بتكون خلصت حلقتنا مع ريمبو مع الأطفال الأعزاء. انتظرونا نهار الأحد بحلقة جديدة من ريمبو. خليكم معنا وما تروحوا لبعيد. في ختام الحلقة بقولكم باي باي.